أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إيران استهدفت بمسيرة قاعدة التنفس الشهر الماضي ردا على غارة إسرائيلية على مواقعها في سوريا. صحيفة هارايتس الإسرائيلية تقول إن رئيس نظام بشار الأسد لا يزال شخصا غير مرغوب فيه في العواصم العربية. القيادية الكردية إلهام أحمد تكشف خلال ندوة جماهيرية رفض مسؤولي قسد مقترحا روسيا بإدخال 3000 عنصر من قوات النظام لمدينة عين العرب لمنع تكرار سيناريو درعا في هذه المدينة. رتل عسكري روسي يدخل من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة النظام في دير الزور عبر معبر الصلاحية وفق موقع فرات بوست. الدفاع المدني السوري يوثق مقتل 63 طفلا منذ حزيران الماضي قضوا جميعهم بسبب الهجمات المدفعية والغارات الجوية لنظام وروسيا على شمال سوريا. وفاة الشيخ سالم محمد العاقل أكبر معمر في مدينة السويداء عن عمر ناهز 109 سنوات.